وللحديث عن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية للعراق والتلويح باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد مصارف في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح علو. حياكم الله دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك. بداية دكتور صباح، ما هي الأدلة والأسباب التي اعتمدتها الولايات المتحدة على أو للتأكيد على استمرار وجود أنشطة مالية مشبوهة في بعض المصارف العراقية؟ حقيقة هذا الموضوع بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تراقب كل شكل من أشكال عمليات الحركة المالية في العراق وحركة النقد الأجنبي بالدرجة الأساسية ما بين عمليات تعتبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتبر غير شرعية في عمليات التداول للأموال والإيرادات العراقية القادمة من جراء عمليات بيع النفط، باعتبار أن العراق بلدا ريعيا أصبح لن نقل 90% وإنما 99% بلدا ريعيا. ولذلك نلاحظ أن الخزانة الأمريكية باستمرار تبعث بتحذيرات وتنبيهات كثيرة، كان آخرها وقف التعامل مع 14 مصرفا عراقيا من مجموع 70 مصرفا تتعامل بعمليات التحويل التي قد يشوبها كثيرا من عمليات الفساد والخروج عن القوانين المعمول بها دوليا. ولذلك نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تضغط على الحكومة العراقية بأساليب استخدام تقليل من عمليات دخول العملة الصعبة إلى العراق من البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يحتضن الإيرادات النفطية العراقية. ولكن نلاحظ أن الحكومة العراقية رغم كل شكل من أشكال الإجراءات الشكلية لتطبيق التعليمات الأمريكية والعالمية من ناحية الحركة المالية، لاحظ وضعت منصة لمسألة عمليات بيع العملة وعمليات التحويل للتجارة وعمليات الاستيراد وغير ذلك، ولكن أيضا أخذت شكل شكلي. ولذلك نلاحظ مما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية أن تحذر الحكومة العراقية وترسل بوصول هذا الوفد الذي التقى الحكومة وكذلك أيضا التقى مدير البنك المركزي العراقي وكذلك أيضا رئيس حكومة كردستان أيضا لإيصال رسالة أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تعمل على احتمالات ظهور ما يسمى بالصدمة، سياسة الصدمة المالية بإيقاف كثيرا من التعاملات الخاصة بالحوالات المالية التي تتم بشكل غير قانوني والتي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية أنها غسيلا للأموال وتهريبا للعملة الصعبة خاصة إلى إيران، وهذا مخالف لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور صباح، من الواضح أن ليس هناك أو لا جدية لدى الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع. السؤال هنا يعني لماذا تستمر الولايات المتحدة بالضغط يعني من ناحية العقوبات بأسلوب العقوبات ذاتها، مع أن العقوبات السابقة لم تأتي أكلها، لم تجدي نفعا مع هذه الحكومة؟ حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بحالة ازدواجية في التعامل مع الحكومة العراقية في مسألة حركة المال، والسبب الجوهري أن الولايات المتحدة الأمريكية على يقين من أن العالم حاليا يتغير وظهور أقطاب جديدة ونشاطات مالية جديدة خصوصا من قبل بريكس الذي يشكل قطبا جديدا ماليا منافسا للولايات المتحدة الأمريكية والدولار
وخاصة إذا ما تم طرح عملة تنافس الدولار من قبل هذه الدول التي يرتبط العراق من خلال إيران وسياسة إيران في التعامل المالي. لاحظ وإيران قدمت لبريكس أن تكون عضوا فيها، وهذا لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن إيران تعمل على سرقة المال العراقي بوسائل تعتبر شبه شرعية. ولذلك نلاحظ أن الحكومة العراقية، بما أن حكومة السوداني هي حكومة إطار مبنية على المحاصصة ومبنية بالأساس على توزيع المناصب ضمن كتلة العملية السياسية التي فشلت منذ 20 عام ولغاية اليوم في إدارة، خصوصا الإدارة المالية، والتي سببت هدرا كبيرا جدا للإيرادات التي دخلت العراق والتي تقدر بحدود حوالي 1.6 تريليون دولار، ولم تعكس ذلك في عملية البنية التحتية والتطور الذي حصل في العالم، لم يعكس شكله بهذه الإيرادات الفلكية على المواطن العراقي. نعم دكتور صباح، يعني عذرا منك، لم أفهم نقطة علاقة بريكس بهذا الموضوع. علاقة بريكس أن الأمريكان لا يريدون زيادة عمليات الضغط الأكبر الذي قد يؤدي باتجاه أن العراق يتجه شرقا. هذا هو، ولذلك نلاحظ ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا على الحكومة العراقية في عدم القبول بطريق الحرير، وهذا مما أخر عمليات بناء الفاو، إضافة طبعا إلى وجود عوامل بيئية من ضمنها عملية الفساد وغيرها. لا يوجد أي شكل من أشكال التفاهم الأمريكي الإيراني في إدارة المال العراقي، ولكن هناك يتضح بوجود تخادم مصالح أدى ذلك سلبا على تطور العراق على مدى 20 عاما، وأدى ذلك إلى هذا الفساد العالي الذي أدى أن يكون العراق بؤرة لغسيل الأموال المختلفة لتجارة المخدرات والسلاح وغيرها من أنواع التجارة الغير شرعية بالعالم. وكلنا نسمع بين فترة وأخرى أن يتم عمليات القبض، ولكن أن رئاسة هذه المافيات والعصابات مرتبطة سياسيا بشكل أو بآخر بمجاميع مسلحة تعمل على حمايتها في أي شكل من أشكال القوانين والقرارات. شكرا. وحتى المحاكمات التي تمت لكثيرا من عناصر الفساد وغسيل الأموال ومحاكمتهم، وتم اتخاذ قرارات المحكمة بشكل أدى إلى سجنهم، ولكن مع الأسف الضغط على القضاء وتسييسه أدى إلى خروجهم. ولذلك نلاحظ تستمر هذه العصابات بشكل أو بآخر في عملية تهريب. نعم، كنت ضيفنا من عبر سكايب من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علا، وشكرا جزيلا لك دكتور.